السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الملائكة يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. فيديو النهاردة بصراحة زي ما انتم شايفين في العنوان كده، فهو قرار صعب جدا، وعارفة ان انا الفيديو ده ممكن ما يبقاش طويل وممكن يبقى طويل، انا لحد دلوقتي مش عارفة، بس هو هحاول على قد ما اقدر ان هو يكون فضفضة، وفي نفس الوقت اوصل لكم انا ليه عملت كده، لان انتوا طبعا من حقكم تعرفوا كل حاجة. زي ما بدأت معاكم فهنهي معاكم. طبعا الفيديو ده انا ما كنتش حابة اطلع فيه بوشي، وفي نفس الوقت مش عارفة اطلع فيه من غير وشي. يعني فيديو زي ده لازم تكونوا حاسين بيا وحاسين بكل كلمة انا بقولها. عارفة ان الفيديو ده هيفرح ناس كتير، بس انا فكرت كتير قوي في الموضوع ده قبل ما اعمله، ولقيت ان ده القرار الصح او ده القرار اللي ممكن يريحني. انا ما بهتمش بالصح ولا مش صح، بس اهتم ان الموضوع يريحني انا. ممكن الموضوع ده يفرح ناس تانية، ممكن يريح ناس تانية، ممكن ما يريحش ناس، انا مش عارفة. انا الفيديو ده مش مخططاله وطلع اتكلم معاكم. ما كنتش حابة اطلع الفيديو ده لوشي لكذا سبب، واولهم الناس اللي بتيجي تقول انت بتستعطفينا او انت بتعملي كده عشان خاطر فيو أو أو, او 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 اي حاجة من الكلام ده. فانا مش يعني الفيديو ده مش هقدر ارد فيه اصلا على اي حد. انا هقول الكلام اللي عندي، واتمنى ان انتوا تفهموني وتدعولي اكيد، يعني حتى لو في ظهر الغيب. مش هقول لكم بقى كومنتات ولايكات والكلام ده، الفيديو ده انا مش طالبة منكم اي حاجة، بس الفيديو ده هو اللي هيعرفني انا امتي عندكم ايه، وهيعرفني اذا كنتوا بتحبوني ولا لا، وهيعرفني اذا كنتوا بتتابعوني لمجرد ان انا يوتيوبر، ولا بتتابعوني لمجرد ان انا واحدة وخلاص، ولا بتستفادوا مني، ولا بتتابعوني ان انتوا حاسين ان انا اختكم زي ما انتوا كنتوا بتقولوا لي. القرار ده انا قررته بعد ما فكرت كتير. انا لما بدأت اليوتيوب لوحدي، مرضتش اطلع مع حد، مرضتش ادفع فلوس لحد مثلا في اعلانات، او ان حد يجيب لي متابعين مزيفين. انا ما كنتش عايزه اتفشخر، ما كنتش عايزه اي حاجه من الكلام ده، وما كنتش حاطه في دماغي ان انا في يوم من الايام هتعب كده. بجد انا موضوع ضغط نفسي، رغم ان انا زي ما قلت انا محتوايا كويس الحمد لله، ما بطلعش اعمل حاجه غلط، ما بطلعش اغلط في ده وده وده ودي والكلام ده كله. طالعه باحترامي وطالعه بحجابي وطالعه بشكل كويس، او ممكن اكون بغلط كتير، ممكن اكون بديكم نصايح في اللبس والحاجات دي، والحاجات دي مثلا مش صح، بس كلنا بنغلط وانا معترفه بحاجه زي دي. بس ما كانش المفروض ان انا الاقي الهجوم ده. انا توقعت ان انا طالما ماشيه في حالي ان انا هيفضل كل الحاجات اللي عندي كويسة. انا كنت متوقعة ان انا عادي الناس هتشتم، الناس هتغلط، بس ما يوصلش لدرجة ان هو يأذيني نفسيا ويدمر في نفسيتي ويخليني احس ان انا عايزة ابعد خلاص، انا مش مستحملة اقرا كلام تاني ضايقني، ومش مستحملة اشوف الظلم ده قدام عيني. انا في ناس بتبرر لي حاجة قلتها بلساني بتبريرات غلط، في ناس بتقولني كلام ما قلتوش، في ناس بتمسك في كل حاجة بعملها. طب هو انا عشان صانعة محتوى، او انا عشان بطلع على السوشيال ميديا، فمفروض ان انا اقبل بالحاجات دي؟ في ناس كانت بتنصحني بتقول لي انتي مفروض تقبلي، انتي على السوشيال ميديا، انتي تتشتمي عادي، انتي مش عارفة ايه. يا جماعة طب انا اتشتم ليه؟ انا عملت ايه؟ انا واحدة يعني بتفرق معايا كرامتي جدا، انا محدش يغلط فيا، انا ما بطلعش اغلط في الناس، محدش يغلط فيا. عارفة ان ناس كتير قوي مش هتبقى معايا في الكلام ده وهيقولوا لي عادي، بس انا بتقبل الانتقادات كويس جدا، وانتوا عارفين كده. كل شخص بيكتب لي كومنت بينتقدني فيه انا برد عليه بطريقة كويسة جدا، ولو ما ردتش عليه عشان هو طريقته مش كويسة، يا بمسح الكومنت يا بسيبه، ما بردش عليه نهائي. عمري ما حد قال لي كومنت وحش وانا طلعت شتمته او غردت فيه او هنته، رغم ان اقل حاجة واسهل حاجة الشرشحة وقلة الادب، لكن انا ما تربيتش على كده ومش عايزة اعمل كده. انا مش عايزة حد يجي يقول لي انت طلعتي بالشتيمة، عشان كده دايما بمزح الشتايم او بمزح اي حد بيغلط فيا. في ناس من غير سبب بتدعي عليا، في ناس بتقولي ربنا ياخدك،
اللي هو الواحد مش مستوعب. انتوا لو شفتوا البوست اللي على المنتدى اللي نزلته من حوالي اسبوع ولا حاجه، واحده قالت لي دعت عليا، واه ناس دخلت شتمتها وناس دخلت جابت حقي، بس انتوا مش متخيلين شعور الواحد لما يلاقي واحد بيدعي كده في وشه. طب نفترض ان السما كانت مفتوحه في الوقت ده، الدعوه دي اتقبلت، يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه. والواحد مش هيستحمل ان هو يفضل جوه الدايره دي ويستحمل كل اللي بيحصل فيه وكل اللي بيتقال لمجرد ان هو على السوشيال ميديا. لا، طز في السوشيال ميديا وطز في المشاهدات، طز في اي حاجه بتيجي من وراها طالما الموضوع هيأثر عليا. انا عايزه اقول لكم بس حاجه واحده لازم تكونوا عارفينها الناس حتى لاحظت الموضوع ده. انا في ثانويه عامه، انا في ثالثه ثانوي، يعني ثالثه ثانوي دي بالنسبه لثلاث ارباع العالم كله فهي مصيري، هي اللي هتحدد انا مستقبلي هعمل فيه ايه. انا واحده من الناس اللي ما بعتمدش على كلمه اللي هو ايه ده، لا دي ثالثه ثانوي هي اللي هتحدد حياتك وهي الموت او الحياه، لا مش للدرجه دي. بس في نفس الوقت هي سنه مهمه جدا، هي سنه المفروض الواحد بيفضل قاعد بيبذل مجهود فيها وبيعمل اللي عليه، وبعد كده اللي ربنا بيكتبه له خلاص. بس انا قصرت في حق المذاكره ودراستي والحاجات دي كلها عشان لقيت نفسي في حاجه تانية انا بحبها. فده مش معناه ان انا ما بحبش الدراسه، لا، انا الحمد لله وانا صغيره كنت متفوقه جدا، كنت بجيب درجات عاليه وكنت بتكرم وكنت كل الكلام ده، بس وبجيب درجات كويسه لغايه دلوقتي. بس هي الفكره ان انا عشان حبيت المجال ده وبذلت مجهود كبير قوي فيه وخد من وقتي كتير وكان بياخد من وقتي اكتر من وقت المذاكره، وكنت بقصر في حق حاجات كتير قوي، مش مذاكره بس، كنت بقصر في حق حاجات كتير المفروض ان انا ما اقصرش فيها. بس في الاخر اللي لقيته ان انا حسيت بذنب من ناحيه كل حاجه كنت بعملها كويسه. حسيت اللي هو الواحد بيساعد الناس وبيقف جنبهم وبيعمل حاجه تبسطهم وتفرحهم عشان هما يردوا له الحاجات دي بضغط نفسي ويردوا له الحاجات دي. انا طبعا ما بتكلمش على الكل، كل واحد عارف نفسه، كل الناس اللي شجعتني على عيني وعلى راسي وانتوا اخواتي، وما زلت بقول عليكم اخواتي، وانا هرد على كل الناس اللي هتكلمني عادي على الانستا واللي معاهم رقمي عادي جدا هرد وهتكلم، بس مش هطلع في فيديوهات تاني، مش هضيع في وقتي تاني مع ناس ما بتقدرش اللي انا بعمله ده. انا حتى كان في حاجات بسهر فيها بالايام ما كنتش بلاقي دعمكم، ما كنتش بلاقي الحاجه اللي تعوض لي التعب والمجهود ده، والحمد لله على كل حال. بس انا اللي كنت عايزه اوصل لكم حاجه واحده بس، ان انتوا اوعوا تقصروا في حقكم عشان اي حاجه، ما تضغطوش نفسكم باي حاجه انتوا بتحبوها. الحاجه اللي بتحبوها لما ريحتكوش، لما تعملوها كده، لما بقيتوش مبسوطين ومرتاحين ما تعملوهاش. مش بقول لكم الكلام ده عشان خاطر سوشيال ميديا وشغل والكلام ده، لا، بقول لكم في حياتكم الشخصيه، في حياتكم العامه، لو انت حتى في حياتك شخص مش مريح بالنسبه لك رغم ان انت بتحبي الحاجه دي او بتحبي الشخص ده، ابعدي. لما ما تلاقيش راحتك في المكان ده ابعدي. انا بقالي سنتين اوقات كنت ببسط واوقات كنت بزعل، بس الموضوع بقى كبير، الموضوع بقى فيه ضغط نفسي، الموضوع بقى فيه حاجات الواحد ما توقعش في حياته ان هو هيتعرض للمشاكل دي والضغوطات دي وهو في سن صغير، وهو في سنة المفروض يكون فيها مرتاح نفسيا وتكون نفسيته كويسة. فانا بجد حاسه ان زوري وجعني من كتر ما انا كاتمه جوايا بقالي فترة، وبطلع وبضحك لكم وبنزل لكم فيديوهات وستوريات وصور وبضحك وبهزر وكل الكلام ده، بس انا من جوايا مخنوقه. واول مره اطلع فيديو زي ده، ما كنتش ناويه اطلعه بوشي زي ما قلت لكم. وطبعا عايزه اقول لكم ان القط ده دايما هو اللي بيجي يشاركني في الاوقات الغريبه دي، بحس ان انا كل ما ببقى متضايقه بصوا، يعني هو اللي جالي لوحدي، انا قاعده بتكلم لقيته جالي لوحدي. فبجد انا حابه اشكركم، حابه اشكر كل الناس اللي كانت بتدعمني وكانت واقفه في ظهري وكانت بترد على كل كومنت بيتقال وحش في حقي، وحابه اشكر كمان الناس اللي كانت بتشتمني والناس اللي كانت بتضايقني والناس اللي كانت بتستغل كل كلمه بقولها او كل حاجه غلط ممكن اعملها علشان يمسكوني فيها. حابه اشكر الكل، واتمنى ان محدش يكون زعلان مني ومحدش يكون شايل مني في اي حاجه. والفيديو ده هيبقى فيديو عتاب كده بسيط، لو اي حد عنده حاجه متضايق منها ممكن يكتب لي او يبعت لي مسج وانا معاكم، بس معاكم بعيدا عن السوشيال ميديا.
بس كده، اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم على خير. باي.